مركز شباب مقرن يعتبر من احد مراكز شباب الدوحه. عندنا وايد مراكز شبابيه في الدوحه وهاي من ضمنها. مركز شباب مقرن يقع في الشمال، وكذلك يتضمن جميع الفعاليات والانشطه والبرامج اللي يحتاجها شبابنا وفي جيلنا الحالي، من سواء الرمايه، السباحه، كره القدم، كره الطائره. برامج تتنوع ايضا من ناحيه المواسم، سواء موسم الصيف، موسم الدراسه. موسم في الصيف عندنا رحلات خارجية كالبحر مثلا، منها الصيد الحداق، ومواسم الأخرى مثلا شتوية تكون عندنا صيد الطيور وغيرها. كذلك من الأنشطة والبرامج اللي عندنا البرامج والألعاب الاجتماعية التي نقيمها عندنا في المركز، من لعبة البلياردو، تنس الطاولة، البيفوت، البلايستيشن. أنا مشترك في مركز شباب مقرن، عندنا أنشطة مختلفة، الرماية والسباحة وغيرها مثل ما شفت البليارد. ويعني أتمنى كل شاب يكون يشترك في المراكز الشباب، ويعني هاي شيء مفيد له، فيها دورات وأشياء مختلفة، والإدارة ما شاء الله ما مقصر معانا، موفر لنا كل شيء. مركز شباب مقرن موفر لنا كل حاجة، من البليارد ومن تنس، من بيبي فوت، من صالة الجيم، وتضيع الوقت أحسن. الأنشطة اللي احنا بنهتم بيها هنا داخل المركز، في هنا مراحل، الأول مراحل إعدادية ومراحل ثانوية. المراحل الإعدادية طبعا بتبدأ من السن 9 سنين أو 8 سنين لحد سن 13 سنة، والثانوي برضو المرحلة الثانوية من 14 طالع لفوق. والمرحلة بقى كل قسم ليه لوحده، الإعدادي ليه مكانه، والثانوي ليه مكانه. أبارس الأنشطة اللي في المركز، لعب البلايستيشن والسباحة والرماية، وفي الأسبوع مرتين أجي المركز. أوجه نصيحة لكل الشباب يجون المركز يستفيدون مهارات عقلية. أنا أجي مركز شباب مقرن كل يوم وتعلمت أشياء واجد، ومنها بلياردو وسوني وتنس وبيبي فوت والروح البحر وهاي وش اسمه، وأتعرف على ربع جدد. كهرماء طبعاً ارتأت أن هي تكون كبادرة منها بالعمل الإنساني في هذا اليوم، اللي هو يوم العمل الإنساني اللي صادف هذا اليوم، أن هي تشارك مع مجموعة من المتطوعين اللي في الإحساس بالعمل الإنساني وبالعمال في مكان العمل. يعني هذا يعتبر جزء من اللي هي المسؤولية الاجتماعية اللي هي تقوم فيها كهرماء. بداية كل الشكر على الجهود الإعلامية البارزة من قبل تلفزيون قطر، وعلى تواجدهم معنا اليوم في حديقة كهرماء للتوعية لتنظيم فعالية خاصة باليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة اعترافا بالجهود المبذولة من قبل العاملين في المجال الإنساني، وأيضا لنشر ثقافة العمل الإنساني في المجتمع. لذلك قامت كهرماء متمثلة في البرنامج الوطني ترشيد بالتعاون مع مجموعة من شباب قطر، شباب متطوعين في هذا المجال، جمعتهم لغة واحدة هي لغة العطاء، روح الإنسانية، وأيضا الرغبة الحقيقية في خدمة المجتمع وتقديم الأفضل له. وعندنا الله يسلمك مبادرة اسمها مبادرة العمل الإنساني، هي جزء من المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. طبعا ترشيد، برنامج الوطني الترشيد كفاءة الطاقة، عنده جزء من البرنامج هي المسؤولية المجتمعية، فحبينا أن احنا نشارك في المسؤولية المجتمعية. عملنا مبادرة سميناها مبادرة العمل الإنساني، اللي هي طبعا هي عبارة عن مبادرة توزع فيها الوجبات وبعض الهدايا للعمال اللي شغالين، خصوصا في فترة الصيف الفترة الحالية.
اليوم إن شاء الله أنتم موجودين لأن عندنا افتتاح معرض بالتعاون مع السفارة الفلبينية في قطر. هاي المعرض يعرض صور لفنانين أو مصورين من الفلبين حبوا أن هم يرون كيف نظرتهم لقطر. كان عندنا حضور اليوم جيد منها سعادة السفير الفلبين لافتتاح المعرض بالإضافة إلى عدد من السفراء والقائمين بالأعمال والدبلوماسيين وحضور ممتاز من الصحفيين أيضا لتغطية الفعالية بالإضافة إلى المصورين أو الفنانين اللي التقطوا الصور اللي موجودة اليوم. في زاوية من زوايا سوق واقف التراثي حيث عبق التاريخ والفن والجمال يقع مركز سوق واقف للفنون، صرح ثقافي من بين مراكز ومتاحف عديدة تخدم الفن والجمال وتنشر الوعي الثقافي في دولة قطر. مركز سوق واقف للفنون يعنى بالفن التشكيلي بشكل أساسي، فينظم المعارض ويقيم الورشات والدورات للموهوبين والمبدعين الشباب في هذا النوع من الفنون. فنون الرسم والخط العربي والخزف وأخرى استهدفت الأطفال، كلها عناوين للورش التي نظمها المركز وسعى من خلالها إلى تعريف المجتمع بكافة أنواع الفنون الجميلة وتوثيقها وإظهار ملامحها وإبراز التراث القطري وإثرائه وتعزيزه. المركز يضم قاعات لعرض أعمال فنية على الصعيد المحلي والعالمي على السواء، كما يتيح المركز لرواده دورات تدريبية لتعليم الخط العربي، إلى جانب قاعات لعرض أعمال فنية محلية وعالمية. فعاليات المركز مع اختلاف عناوينها تساهم جميعها في إثراء الثقافة البصرية لدى مختلف الأجيال وخاصة الشباب، وهو الهدف الذي جعل المركز لا يفوت مناسبة هامة إلا وكان له مشاركة فعالة من خلال اللون واللوحة ورسومات تعبر بصدق عن حب الوطن والحياة. طبعاً إحنا دائماً ندعم المنتجات القطرية وندعم القطريين والقطريات المبدعين في أي مجال يكونوا. هالمرة افتتحنا معرض للمأكولات الشعبية والمأكولات اللي تعد في البيوت واللي فيها نوع من الإبداع، وعلى المراحل الجاية بنفتح بعد مثل الأكشاك، أكشاك ثانية فيها منتجات أخرى تدعم الشباب والشابات القطريين. عدد المشاركين اليوم 10، وكان الحمد لله الإقبال عندنا شديد والناس بدأوا يجون ويترددون على المكان. جودي ميكر عبارة عن كيكات بيضة الأطفال هم يزينونها بالطريقة اللي يبونها مع عجينة سكر مع مجموعة من الحلويات. يقدر الطفل أنه يعبر عن مثلا عن وطنه، يعبر عن اللي داخله بهذه الكيكه. اشتركنا بدايتنا كانت في درب الساعي، الحمد لله كان في اقبال واجد من اطفال والاسر، كانوا يجيبون عيالهم عندنا. اوجه شكري لصاحب سمو الامير بلاد المفدى انه هو دعم مشاريع القطريه، وان شاء الله ان شاء الله نطلع مشاريع اكثر والقطريين ينتجون اكثر واكثر ان شاء الله. والله مشاركتي دعم من سمو الأمير الله يحفظه والله يطول في عمره، اللي خلاه أسرة قطرية نماهم الحمد لله. صرنا يعني في هالمرحلة اللي بدينا من الصفر، هو مرحلة كان معانا الحمد لله ولك الحمد. كل معارض تطور أكثر، كل معارض عندنا بالتشكيلات جديدة على أوسع تنويع يعني. وأنا منتوجاتي مخللات، بهارات، أجبان، خلطات شوربات، حلويات، خلطة حلويات، بالإضافة إلى مطعم شاي شمس.
اليوم مشاركين في معرض قطر مول لدعم سيدات القطريات، والمعرض كان كله بنات. بوتي اسمه جاتو دي كانيل، مشتهرة بالسينامون والروز ميلك الأكثر شيء واللوتس. أبيع الموالح والسويتات، ومشتهرين بالترافلز اللي يعتبر بالتمر مش نفس الباقي. أوجه رسالة شكر لصاحب السمو الشيخ تميم من حمد الثاني، لأنه هو دعمنا عشان نشارك في هالمعرض لدعم منتجات القطرية. مشروعي عبارة عن سويت موالح مع القهوة العربية أو الريدبول. أنا المنتجات اللي أقدمها أوريدي مش موجودة في الدوحة، ما حد سوى الفكرة اللي نفس الميني بول وداخلها محشي بالأنواع الشوكولات أو الموالح الجبن مع شيبس عمان أو مع كرنفلكس. طبعا أشكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد خليفة آل ثاني، لأن كلمته هي اللي خلت الشركات تدعمنا وتدعم المشاريع الصغيرة، وهاي فرصة كبيرة لنا إن إحنا نطلع كقطريات أو قطريين. The Museum of Islamic Art in Doha is one of the most important collections of Islamic art worldwide. It's an iconic building by Pai, as you know. It is one of the central museums here in Doha itself. It has a great collection of Islamic art from all over the world, from the earliest period until the latest period we have. Today we are opening the exhibition of Al-Fadil Al-Mansouri, Al-Barud Wal-Jawhar, Powder in Damask. It's a collection, a private collection of Al-Fadil Al-Mansouri. It's the first time we exhibit objects from a private collection in Doha. It's Islamic arms and armor from the 18th and 19th century, mainly from the Ottoman period, from Iran and from India. نقدم هذا المعرض البارود والجوهر، مقتنيات من المجموعة الخاصة للمقتني القطري فاضل المنصوري. والمعرض عبارة عن مجموعة خاصة للأسلحة الإسلامية من تركيا والإيران والهند وعمان وأفغانستان، وهذه القطع من القرن 17 لل 19. وفكرة المعرض أن هذه القطع ليست فقط أسلحة للحرب أو مستخدمة للحروب، وهي قطع فنية لها زخارف ولها الجوهر هو الدمشق ستيل، ونوع من المعدن اللي كان يستخدم في القطع الفنية في هذه الفترات. ابتدى شغفي بجمع السلاح الإسلامي من تقريبا حوالي 7 سنوات، وابتديت أقرأ الكتب المتعلقة بهذا الموضوع، وخلال البحث العلمي والأدبي في هذا المجال استطعت أني أنا أكون تصور واضح لاستراتيجية لجمع المقتنيات وما الهدف من وراء هذا. وطبعا من خلال القراءة والبحث اكتشفت أن هذا نتاج للحضارة الإسلامية، ونتاج لثلاث إمبراطوريات إسلامية امتدت لحوالي 500 سنة، وكان نتاجها من السلاح الإسلامي مبهر ومبدع جدا. والمتاحف في الدول الغربية يعني تسخر بنماذج رائعة، ولكن للأسف الشديد في منطقة الشرق الأوسط لا يوجد الاهتمام بهذه القطع أو بهذه النماذج. فكان إحدى أولوياتي أني أنا أجمع القطع اللي تمثل النماذج هذه، وخصوصاً التي تحتوي على الجانب الفني المصاحب لقطع السلاح اللي كانت في يوم من الأيام تعود ملكيتها لقادة في الجيش أو إلى الأمراء أو السلاطين.
راح يكون افتتاح المعرض إن شاء الله بتاريخ 27/8 وراح يمتد إلى 12 مايو 2018 إن شاء الله، وراح يكون مفتوح للعامة. We're really pleased to have this exhibition. This is the first time that we've had an exhibition, temporary, entirely devoted to a private collector in Qatar. When Mr. Fadl approached us a couple of years ago now, we were really struck by how passionate he was on the subject. He's really knowledgeable on the subject of arms and armor, and it's really an honor for us to have his collection here. He takes excellent care of them right from the start, from buying them to preserving them and restoring them in his collection, even to the point of having accession numbers. He's really interested in museum standards, so it's really, he's an excellent example, I hope, for other collectors in Qatar. خطوة إعلامية وفنية رائدة، برزت إذاعة صوت الخليج في 2 فبراير 2002 لتكون إحدى أهم الإذاعات في الخليج والعالم العربي. تعتبر الإذاعة منصة فنية وثقافية رائدة، ساهمت في إنعاش الحركة الفنية والإعلامية في قطر ودول الخليج، وتصل ذبذباتها إلى دول عديدة بما فيها الكويت وسلطنة عمان ولندن. يقع مبنى الإذاعة بالحي الثقافي كتارا، ويضم استديوهات متطورة تواكب آخر الإنتاجات التكنولوجية الصوتية، حيث يتم تسجيل وتوثيق الجلسات الموسيقية التي تجمع أصواتا عربية مهمة. تستضيف الإذاعة باستمرار العديد من المطربين من الخليج والعالم العربي لتسجيل الأغاني الحصرية بنظام الجلسات الشرقية ذات الطابع الخليجي. وبالإضافة إلى الاستديوهات الضخمة، تتفرد الإذاعة بمكتبة موسيقية حصرية تضم الآلاف من الأغنيات التي ترتقي بالذاقة الفنية للمستمع، كما أن لها مشاركات فعالة في العديد من الفعاليات والمناسبات الوطنية. تقدم الإذاعة للمستمع العربي الإنتاجات الموسيقية العريقة بشكل فني وتقني جذاب، كما تساهم في الرقي بالذوق الفني من حيث المحتوى والجودة، مع الالتزام بالتجديد والتطوير، وهو ما جعلها تحقق نسبة استماع عالية منذ انطلاقها. هنا صوت الخليج، هنا الصوت صوتك. يتوافد الجمهور من المواطنين والمقيمين بداية كل شهر إلى جمعيات الميرا المنتشرة في شتى أرجاء الدولة بهدف التزود بالمواد الغذائية والاستهلاكية، وتحديداً المنتج القطري الذي يتميز بأنواعه المختلفة وأسعاره المناسبة والمنافسة. المنتج المحلي يستمر في إثبات جدارته يوماً بعد يوم، إذ يغطي كميات كبيرة من المنتجات الغذائية التي تحتاجها الأسواق والجمعيات الاستهلاكية بالدولة، خاصة مع المبادرات التي أطلقها أصحاب المزارع واستعدادهم لتزويد الأسواق المحلية من احتياجاتهم اليومية من الخضروات، وتصريحهم بأن مخزونهم من الإنتاج المحلي بإمكانه أن يغطي احتياجات السوق بنسبة 100%. بالنسبة لخدمات الميرة، خدمات جيدة وكل شيء متوفر بفضل الله. أما بالنسبة للمنتجات الوطنية، بالحمد لله أشوفها في زود، والمفروض هذا من زمان مش من الحين، والحين كل شيء متوفر بفضل الله، والأكثر شيء يعني يقول 80% من المنتجات الوطنية متوفر. العامين زين، الله يديمكم، دخل لنا بهالبلد هذا، وإنتاج ما شاء الله، وكل شيء الحمد لله موفر، الحمد لله رب العالمين. وأسعار لا بأس، كويس الأسعار، ممتاز. أنا أخذ المنتج الوطني، أنا أشتري من الألبان، الدجاج، البيض، الأشياء الموجودة، والحمد لله كل شيء متوفر وما في شيء ناقص، ولا ما أحس فيه شيء ناقص أبداً، كل شيء متوفر، الدولة ما قصرت. الميرا ومن خلال دعم وإبراز المنتج القطري تهدف إلى تسويقه محلياً
والترويج له من خلال العروض والخصومات، إلى جانب التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في مبادراتها الداعمة للمنتج الوطني.